الرمزي انها خطوط عريضه. اللي هنسمعه منك ده بيبقى خطوط عريضه، يعني اللي عايز يجود في السياق يعني يجود في تفاصيل براحتنا. احنا هنبتدي زي كل مره. اهلا وسهلا بكم معانا رمزي صالح، واهلا. وهقوم ظرفك سؤالين عاديين جدا تجاوب عليهم عادي جدا اكننا في برنامج حوار عادي. بعد كده هيقول لك معانا شخص بيدعي ان هو بيستحضر ارواح، بيعمل حاجات غريبه، تمام، ويدخل ابو امان. حلو يا عم، حكايتك انت بتعمل ايه؟ والله انا معايا البلوره دي. اه، داخل بالبلوره. اه، وانا هنا بشوف حاجات جوه، بعرف اسرار، ممكن اطلع حاجات من، يعني عندي كذا حاجه بعملها، عندي قدرات كتير. حلو. اوبا الموضوع شكله كبير وبتاع. نطلع فاصل وهنرجع نشوف ابو امان مخبينا ايه؟ مخبي ايه؟ خبيت الاسم ابو امان ده. حلو. اول حاجه بعد الفاصل انا عايز دلوقتي منك كده، او احنا نتفق حتى لو حاجه مش مظبوطه، يقول له على حاجه في طفولته مثلا. انت حصل معاك وانت طفل، 1 2 3 اي موقف. اي موقف حتى لو مش حقيقي يعني، مش فهو اول حاجه يقول انا ممكن اقول لكم سر من اسرار الكابتن او كابتن بركات. ورده فعل عايز تكون يعني مثلا انا مندهش ولا طب لا خلاص ما تكملش ولا يا عم هو بعرف منين الكلام ده وبتاع. بعد كده يعني اندهاش، وفي نفس الوقت ان هو طب ما ممكن يبقى اي حد قال له يعني. مش مقتنع برضه. اخر فقره بقى دي اللي فيها الرعب الهستيري. ان يا عم الحاج انت كل ده ممكن يبقى دجل، عايزين اقناع ان انت عندك قدرات فعلا بتاع. فيقوم مطلع مارد من ورا الكنبه. انا اجيب مكنه دخان، بتدي بخ الدخان، وراجل هيطلع لنا من ورا الكنبه اللي هو شريف. يعني هتبان بعد كده ان هو ده هيبان. بص بص يا رمزي، جود زي ما انت عايز. ايوه، ما انا عايز، انا عايز عايز عشان يبقى مقتنع يعني. أيوة، الموضوع فاهم قصدي، عشان انا اهلا بيكم النهارده. ضيفي ضيف عزيز، ضيف دايما ما بيتاخرش عليا، كان زميلي وقعدت معاه حوالي 2 سنين في اوضه واحده. اي نعم كل دماغي في السنتين دول، انما بصراحه كان ونعم الاخ ونعم الصديق. معايا النهارده كابتن رمزي صالح، لاعب النادي الاهلي السابق وحارس مرمى المنتخب الفلسطيني. كابتن رمزي، والله العظيم انا مبسوط ان انا معاك اول حاجه، وشكرا على المقدمه الجميله دي. وبعدين إيه؟ انت الاخ وصاحب. لا فعلا انت الاخ وصاحب. والله كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. انت طيب والام العربيه كلها بخير. في البدايه طبعا عايز اهنيك على صعود المنتخب الفلسطيني كاس الامم الاسيويه لاول مره في تاريخه. احكي لي بقى عن الصعود وفرحه الشعب الفلسطيني، لانها كانت فرحه كبيره جدا جدا. مجرد وجود منتخب فلسطين في هناك واول ماتش لينا، يعني هي صعبه شويه مع المنتخب الياباني حامل اللقب، لكن تواجد نفسه، التواجد ورفع علم الفلسطيني هناك، فده رساله للعالم كله ممكن احنا نوجهها من خلال كره قدم. طيب ايه الموضوع بقى ان ناس كتير تشوف رمزي صالح، ودي حقيقة على فكرة، يقولك رمزي وشه سينمائي، يعني تحس كده فوتوجونيك. أيوة فوتوجونيك. هل انت فعلا حاسس بأمانة ان انت ستايلك وهيئتك فعلا زي ما الناس بتقوله ان انت ممكن؟ معلش عندي مشكلة بس نخش تاني من دخلة فوتوجونيك. ها ماشي، من عند كابتن رمزي فوتوجونيك. حاسس ان انت عندك ممكن تكون قدرات انت ما اكتشفتهاش لسه؟ لا بص، انا عايز اقول لك، انا احيانا بفضل اغني مع نفسي بس انا صوتي وحش جدا. غير الغنى، قدرات، قصدي قدرات خارقه ما تبقاش موجوده غير في رمزي صالح؟ لا، ممكن حراسه المرمى. لا، حراسه المرمى دي اعتقد ان يعني انت وانت بتقف جون بحس ساعات بسم الله ما شاء الله، يعني خصوصا دوره كاس التحدي الاخيره اللي قلت لك عليها، يعني بسم الله ما شاء الله واقف في الجون فعلا قلب الاسد زي ما بيقولوا، اكنك محضر ارواح. انت ممكن تكون محضر ارواح؟ لا يا عم، انا مش بتاع جامايكا. مش بتاع جامايكا. لا بتاع جامايكا ما بيحصلش. طب اقول لك على حاجه، طب افرض انا جبت لك واحد بيحضر ارواح. يا عم انت بتصدق؟ افرض. لا بس ما اظنش، يعني ما يعني ما ما يعني ما عمريش جربت، بس ما يعني ما فيش الكلام ده، مش بامنش بيه. ما بتامنش؟
طب خليك بقى ثانيه واحده واحنا قاعدين مع بعض. ابو اماني اتفضل. اقعد بقى جنب الكابتن رمزي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بص بقى سيدي، ابو امان بيدعي ان هو يملك الكثير من القدرات الخاصه اللي بيقول عندي ومش عند حد من البشر. احنا سمعنا واستضفناه النهارده علشان يثبت لنا ونعرف هل هو صح، ولو هو صح يبقى ده علم ولا ده سحر ودجل وشعوذه. والكابتن رمزي معانا وهيحكم معانا. احكي لي بقى انت بتعمل ايه؟ والله انا صاحب قدرات خاصه ربنا وهبها لي. زي ايه؟ احنا عرفنا خلاص، بس زي ايه؟ يعني بشوف حاجات للي قدامي من زمان. مش فاهم. يعني شكله هو صغير، حوادث معينه حصلت له وهو صغير. اوبا، لا ثانيه واحده بقى، استناني شويه، الموضوع كبر. هنطلع فاصل وهنرجع تاني مع ابو امان عشان نعرف ايه الجو اللي بيتكلم فيه ده. استنونا. كات الدخله بتاعنا. طب هنرجع من الفاصل. رجعنا لكم ومعانا ابو امان اللي بيقول عنده قدرات وبيعرف حاجات وبتاع. عايزين اثبات صغير كده تقول لنا اي حاجه. حلو. هو صغير كان بيحب المصارعه فطلع فوق الدولاب ونط وخد 7 غرز هنا هنا. فدي الحادثه اللي انت هتقولها. وان. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع ابو امان. ايه الموضوع؟ الموضوع هي ذكريات بتبقى عند الفرد الواحد ما بيحكيهاش لاي مخلوق في الدنيا. هي الذكرى ديت اللي بيخجل انه بيحكيها لحد. مش انا ذكرى، سر. يبقى سر ما دام هو بيحكي. يبقى سر. قصدك سر. انا بقدر استدعي من الذاكره وبخلي نفسي في اللحظه المناسبه انا بعلن. طب ما انت كده ممكن تفضح اي بني ادم. لا مش شرط. لا لا، حاجات من الفضائح وكده لا لا، انا لا اسمح لنفسي. طب لو قلت لك قول لنا حاجه حصلت مثلا تستدعيها من الذاكره بالنسبه للكابتن رمزي، بس ما تكونش فضايح. هي حياته كلها فيها حاجات كتير. لا، هو كابتن رمزي طالع حصلت له حادثه وهو صغير. كان على ما اعتقد كان على شاطئ، والشاطئ ده الرملة بتاعته بيضا. ما تجاوبتش يا عم جمال. الله. شاطئ ايه؟ شاطئ ايه؟ كان بيحب المصارعة ونط من فوق البتاع خبط في السرير. شاطئ ايه؟ مش قلت لك يا عم جمال؟